أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؟ أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قول الإنسان زرعت المزرعة؟ السؤال اللي مر. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول بعض العلماء إن توحيد الإلهية مستلزم لتوحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الإلهية؟ نعم، توحيد الربوبية مستلزم، يعني من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، فإن لم يقر فإنه لم يأتي باللازم. هذا معنى أن من أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، فلا يعبد إلا الله جل وعلا. وأما أن توحيد الألوهية متضمن، يعني التضمن هو الدخول، شوف، الالتزام هو دلالة الشيء على شيء خارج عنه، وأما دلالة التضمن فهي دلالة الشيء على شيء داخل فيه. فإذا أقر بتوحيد الألوهية فإن توحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية، فمن أقر بتوحيد الألوهية فهو مقر بتوحيد الربوبية من باب أولى. الدلالة عندهم على ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة التزام، ودلالة تضمن. دلالة المطابقة دلالة الشيء على تمام معناه، دلالة الالتزام دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه، دلالة التضمن دلالة الشيء على شيء داخل في معناه، داخل في معناه. هل عند الأصوليين؟ نعم، وعند علماء البلاغة؟ نعم.